واحنا بالحالات اللي معانا انا عندي حالتين يعني مفاجاه، وبستغرب على انذار محمود متولي، وهم اربع حالات، محمود جاد، كابتن سعد حفيظ، محمود متولي، الكابتن سعفان سويس. وهنعمل مقارنه ونشوف دي حاله اداريه. خلينا نروح لطاقم التحكيم الاول. كان وليد عبد الرازق حكم المباراه، سامي هلهل من الحكام المتميزين كان مساعد رقم واحد، حماد العقاد القاهره وحكم متميز، وكان صبر ابراهيم الحكم الرابع، وكان معانا على الفار عبد العزيز السيد وهاني خليل. خلينا نروح لاول حاله ونشوف هنا. بس ستوب، هخليك يا كابتن اسامه تعد، كابتن عادل تعد المنطقه الفنيه اللي هي بتاعه نادي المصري. اولا طبقا للقانون هذه المنطقه الفنيه يجب ان يكون واحد بس هو المتواجد داخل هذه المنطقه الفنيه. لما نلاحظ ان هنا عندنا سعفان، لا نمشي شويه بعد اذنك، يعني نمشي كمان 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 كمان، نمشي كمان كمان، هنا كابتن كره ثابته، نمشي معاه، نمشي نمشي نمشي. هل هذا معقول يا كابتن؟ انا بكلم من الناحيه الاداريه بس، في ركله ثابته بتتنفس، انا بتكلم على مدى تركيز الحكم ده جوه الملعب يا كابتن. كابتن سعبان داخل ميدان اللعب تمام، ودي نقطه يعني دي تدل على ايه؟ على النهارده انا كحكم حصل في بعض الانفلات في السيطره على المباراه يا كابتن. ايوه، طب والراجل اللي جنب سقفان ده يا كابتن؟ خلينا نتكلم هنا. بيكلمه سقفان داخل ميدان اللعب، وعندنا هنا لاعب، وعندنا هنا لاعب، وعندنا هنا مدرب، وعندنا بنتكلم على حامل الرايه اكتر لسامي هلهل. ما هو سامي هنا خد القرار، هنا بيقول له اخرج خارج منتخب. صحيح، هو هنا الغريب ايه؟ ما احنا هنتكلم بعداله لما يبقى المنطقه الفنيه كلها بره ومفيش واحد ياخد فيهم بطاقه صفر، ويجي الكابتن سامي حفيظ رايح يعني بيحاول يحجز او بيتناقش معاك، لسه ما اتكلمش كابتن شريف، بتقابله الصفر. حمدي فتحي اعترض، محمود متولي جاي لسه ما قالش الهاء، بتقابله بالصفر. لا، هذا يعني غير معقول. صح، وين هرجع تاني لحمدي، هات لي بقى الانذار المفترض واحده واحده. انا هنا حمدي كابتن هنا بيعترض على الوقت، هنا محمود متولي، نشوف محمود وهو جاي من بعيد. بص تاني يا كابتن، تاني هات لي اللقطه دي، مهمه جدا يا وليد، انت حكم يعني يعني جيد، يجب انك انت يكون عندك ثبات انفعالي. هنا حمدي فتحي راح مدي انذار محمود متولي. هو الدليل محمود متولي، ما هو 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 يعني هو قال لك اللي جاي بقى ياخد انذار. لا لا، علشان تلاقي محمود متولي عنده انذارين، انا ما اعرفش، ولكن انا برضك بتكلم عنده انذارين. ابحث فيها، ابحث فيها، تلاقيه مش هيلعب ماتش الزمالك. كابتن مش هخش في نوايا الحكم يا بلال يا اسامه. لا، ما هي ما، ولكن هو محمود متولي خد الانذار ليه؟ ده السؤال. ده حتى اللي اعترض هو حمدي فتحي. طيب هات بقى كابتن سعد حفيظ، تعالى هات لي كابتن سعد حفيظ، هو بيجري عشان اللعيبه بتاعته ما تاخدش انذارات مثلا يعني، او بيحجز او بيتكلم. فهنا يعني حتى كمان يا وليد في الظروف ديت، انا بنصحك كحكم، انت لازم تتوقع هذه الامور كحكم وتكون هادي جدا جدا. هو الغضب ده كله يا كابتن على فكره عشان الانذار بتاع محمود متولي. ليه بقى؟ هو ده لانه متولي ما عملش حاجه اساسا، ولان هو لو عايز يدي الدفاع لحد فتح مثلا، يعني لو عايز يدي الفتح برافو عليك، انما ما اديش لمتولي، متولي ما عملش حاجه اساسا. ده اللي احنا بنتكلم يعني، متولي اصلا ما عملش. بص يا كابتن، يعني حمدي فتحي بقى ربع ساعه بيكلم، وحتى كمان خد بالك بيكلمه باسلوب يعني لا مد ايده ولا شوح ولا عمل اي حاجه، والتاني جاي من بعيد. بس ده اول انذار لفتحي، لكن التاني ده التالت لمتولي. لو عايز تدي اخي، يعني انا اقول لك انا ما بدخلش في نيه ولا مش نيه، مع ان يعني اشمعنى متولي ياخد الانذار؟ الاثنين بيتكلموا بادب، بادب يعني ترد بادب واحترام شديد جدا يعني. احنا مع الحكام كلها، كابتن لعيبه الاهلي مؤدبه جدا يا كابتن. انا بحسب مشكله في الملعب، احنا ما بنعترضش اساسا. بالظبط، والله العظيم احنا لعيبتنا مؤدبه جدا. انا بقول لك اللعيبه الثانيه اللي بتدي وبتشوح وتمسك من البدايه، السنه اللي فاتت يا كابتن ناصر لعيبه بتمسك من التيشيرتات الحكم وتشده وما فيش اي حاجه بتحصل. بالظبط اللي انا عايز اقوله يا كابتن ايمن، انت كحكم تتوقع، تتوقع ان هيجي لك لعيب او اثنين، من فضلك انت حكم خبره التزم شويه شويه، حتى راعي الناحيه الانفعاليه اللي هي تديله ظهري وتمشي الوقتيه. اما انت لاقي الدنيا دي كلها الحكام اللي عندهم خبره بيروح واخد ظهره وماشي، ما بيسمعش ما بيعملش، والماتش خلص، خلصت مهمتك خلاص، روح على نص ملعبك، حد جالك بقى وعمل اي تجاوز، انما انت واقف ومشغل ايدك تك 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 تك، هو في ايه؟
كابتن انا بكلم كلام وبصرف النظر ولا انا ما اعرف ان محمود متولي عنده انذار او هذه البطاقه ممكن توقفه ولكن انت تراعي برضك ان هذا اللاعب ظلم في الانذار يا كابتن ايمن بامان. يعني لطفي